بالنسبة للسادات كان يرى أن التعامل مع الثغرة يتعلق بالوقت فحسب ولا يحتاج إلى المزيد من القوات، لذلك أمر الفريق الشاذلي بالتوجه فورا إلى أرض المعركة تحديدا في يوم 16 أكتوبر، لكن السادات يرى أن الشاذلي تباطأ ولم ينفذ التعليمات التي أعطاها له وأضاع يوما كاملا في جمع المعلومات، بينما العدو يتمدد وحمل الشاذلي مسؤولية الثغرة كاملة. أما بالنسبة للاجتماع الذي حدث في الغرفة الملحقة بغرفة العمليات، فيقول السادات إن الرأي كان بالشورى، وقد اتفق مع جميع القادة بعد انسحاب أي قوات من الشرق، وكان الشاذلي هو الوحيد الذي يريد عكس ذلك. ويضيف السادات قائلا إنه قرر عزل الفريق الشاذلي من منصبه بعد تلك الجلسة، فهل تعتقد أن تلك نهاية مناسبة لمهندس الحرب وواضع الخطة؟